بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن أهم الحركات الأدبية الغربية، وهي ترجمة الدكتور زياد الحكيم. وهذه المحاضرة مهمة لكي تعرف أهم الحركات الأدبية التي يقوم الطالب بدراستها على مدار سنوات. وهنا مجمل للحركات الأدبية التي ظهرت بعد عصر النهضة رينيسانس في الآداب المكتوبة باللغة الإنجليزية. تبينت معالم بعض هذه الحركات مثل الشعر الميتافيزيقي بعد عقود من ظهورها، في حين أن بعضها الآخر مثل الدادوية وضع تعريف له بأيدي كتاب هذه الحركة. القصص الغرامي، وهو نثر رومانسي كتب في القرنين السابع عشر والثامن عشر بأقلام سيدات في الأغلب العام، وهو موجه للمرأة بشكل خاص. من أبرز كاتبات هذا النثر إليزا هود وإفرا بين. أما شعراء الفروسية، ومن أبرز هؤلاء الشعراء في القرن السابع عشر ريتشارد لافلس وويليام دافنت. ونظم هؤلاء الشعراء الذين أطلق عليهم اسم أبناء بين بالنسبة إلى الشاعر بن جونسون أشعارا في الغزل والحب. وهنا نتكلم عن كافلير بوتري. أما الشعراء الميتافيزيقيين هي حركة إنجليزية في القرن السابع عشر، وقد صاغ هذه التسمية الكاتب صامويل جونسون لوصف مجموعة من شعراء الشعر الكنائي البريطاني الذين تفننوا في ابتكار أفكار في الحب والدين. أما الكلاسيكية الجديدة وهي حركة أدبية في القرن الثامن عشر، تقوم أساسا على المثل الكلاسيكية وعلى الهجاء والشك. ومن أبرز أدباء هذه الحركة ألكسندر بوب وجونسون سويفت وجون درايدن. أما الرومانسية تؤكد هذه الحركة التي ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على العاطفة والخيال بدلا من المنطق والفكر العلمي، ردا على فكر التنوير الكلاسيكي الجديد. ومن أعلام هذه الحركة فيكتور هيجو ولورد بايرون. أما الأدب القوطي وهو أدب نثري يجمع ما بين المثل الرومانسية والخوارق الطبيعية والعنف، هنا يتكلم عن Gothic Literature. من أعلام هذه الأدب ميري شيلي وبرام ستوكر. أما شعراء البحيرات ليك بوتس هم مجموعة من الشعراء الرومانسيين في منطقة البحيرات في شمال إنجلترا، نظموا أشعارا في الطبيعة والسمو الروحي، منهم ويليام وورد صامويل تيلر كوليدج. أما الرومانسية الأمريكية الأمريكان رومانتيسيزم، وهي حركة تتميز عن الرومانسية الأوروبية فإنها ظهرت بعدها وتبينت معالمها في النثر أكثر منها في الشعر، وتكشفت عن إدراك للأحداث التاريخية وخاصة الأمريكية منها. أبرز أعلامها واشنطن إيرفينغ ناتاليا هوثورن. أما حركة ما قبل الرافائيلية هي حركة أدبية إنجليزية أساسا ظهرت في القرن التاسع عشر على أيدي سبعة من الفنانين الشبان كرد فعل على الاستغراق في التعبير عن العواطف في كثير من الفنون الفكتورية. وتفرقت الجماعة في الخمسينات من القرن التاسع عشر، واستعمل المستعمل المصطلح لوصف أعمال جماعة من الأدباء مثل ويليام موريس، دانتي، جابريل روسيتي. أما التسامي وهي حركة أمريكية في القرن التاسع عشر في الشعر والفلسفة، وأبرزت أعمال هذه الحركة ضرورة الاستقلال والاعتماد على الذات. من أبرز كتابها رالف وولد إميرسون وهنري ديفيد ثورو. أما الرومانسية الظلامية وهي حركة أمريكية في القرن التاسع عشر، ظهرت ردا على حركة التسامي، وهي ترى الإنسان كائنا شريرا بفطرته وميالا إلى التدمير، وترى الطبيعة قوة ظلامية عمياء. من كتابها إدغار ألين بو، ناتالي الهوثورن، هيرمان مالفل. أما الواقعية وهي تبينت معالمها في القرن التاسع عشر، وهي تميل إلى البساطة في الأسلوب والصورة، وتهتم بالفقر والفقراء والشؤون الإنسانية اليومية. وفي مقدمة أدباء هذه الحركة بالزاك، ليو تولستوي، وفرانك نورس. أما الواقعية الطبيعية، ويرى أتباع هذه الحركة في القرن التاسع عشر بأن مصير الإنسان مرهون بالوراثة والبيئة. ومن كتابها أميل زولا،
وستيفن كريد. أما الرمزية وهي حركة فنية وأدبية فرنسية، أساسا هنا نتكلم عن السيمبوليزم، ظهرت في مطلع القرن العشرين وتعتمد على الصور الرمزية والإيحاء الغير مباشر للتعبير عن أحوال ومشاعر وجدانية غامضة. ومن أعلامها ستيفن مولرامي وبول فالاري، إدغار ألين بو وجيمس ميرل. أما تيار الوعي هو تيار الشعور، وهو تقنية أدبية في القرن العشرين تركز على انطباعات الحياة اليومية على العقل البشري، وتنتقل من ملاحظة إلى أخرى، أو من إحساس إلى آخر، أو من انطباع إلى آخر، كما يحدث في الذهن بإنسيابية كلامية غير مترابطة. وعرف من أتباع هذه الحركة فيرجينيا وولف وجيمس جويس. أما الحداثة وهي حركة فنية وأدبية في القرن العشرين، تبتعد بشكل متعمد عن التقليد المتبع وتستعمل أشكالا مبتكرة في التعبير، ومن أهم أعلامها تي أس إليوت. أما الجيل الضائع، تعزي هذه الحركة في العادة للكاتبة الأمريكية جيرترود ستاين، وروج لها أرنست هيمنجواي في روايته الشمس تشرق أيضا، وهنا نتكلم عن اللوست جينيريشن، وفي مذكراته وليمة متنقلة. وتشير الحركة إلى عدد من الأدباء الأمريكيين الذين أقاموا في باريس وغيرها من المدن الأوروبية من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى بداية فترة الانهيار الاقتصادي الكبير، يعني في العشرينات والثلاثينات القرن الماضي حوالي عام 1929. ومن أبرز أعلامها سكوت فيتزجيرالد، أرنست هيمنجواي، أند إيثرا باوند. أنا تكلمنا طبعا عن هذه الموضوع، هذا الموضوع للجنريشن أكثر من محاضرة على القناة. الدادوية يقول معارضوها إنها حركة مضادة للفن، وهي تركز على مناهضة الأشكال والمفاهيم الفنية، وظهرت أول ما ظهرت ردا على أحوال الحرب العالمية الأولى، ومن أعلامها كورت شيفترز. أما شعراء الحرب العالمية الأولى، وقد أرخ هؤلاء للحرب بما لها وما عليها، ومن أبرز شعرائها جيفريت ساسون وروبرت بروك. أما التصويرية إيميجيزم، وهي حركة شعرية تعتمد على الوصف وليس على الفكرة، وتبرز أن الشيء الطبيعي هو رمز يكفي على نحو دائم، من أعلامها إزرا باوند، ريتشارد أردينتون. أما نهضة هارم، وهي مجموعة من الشعراء والروائيين المفكرين الأمريكيين من أصول أفريقية، وهم يبرزون في أعمالهم الفنون الشعبية في منطقة هارلم التابعة لمدينة نيويورك، وهذه المنطقة أنا زرتها شخصيا في عام 2005 في أمريكا. في العشرينيات من القرن العشرين، ومن أعلامها لانجستون هيوز وزورا نيل هيرستون. أما السريالية وهي في الأصل حركة فرنسية تأثرت بالفن التشكيلي السريالي، الذي يستعمل الصور المدهشة ويصور العقل الباطن، ومن أعلام هذه الحركة جان كوكتو ودالان توماس. أما ما بعد الحداثة، تبينت معالمها بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تشكك بالمعتقدات المطلقة وتمتاز بالتنوع والسخرية واللعب بالألفاظ، ومن أهم أعلامها جورج لويس بورجس وتوماس بينشتون. أما شعراء بلاك ماونتن، وهي حركة وضع أسسها مجموعة من الشعراء تخرجوا من كلية بلاك ماونتن كولية نورث كارولاينا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، وهذه من الولايات اللي أنا زرتها، نورث كارولاينا وأيضا ساوث كارولاينا. وامتاز شعر هذه الحركة بالابتعاد عن التقاليد المتبعة، وشجع شعرائها على وضع تكوينات شعرية مرتجلة وذات الشكل المفتوح تقليدا لأنماط التنفس والكلام. وفي مقدمة شعراء الحركة تشارلوت أولسون ودينيس ليفرتوف. أما جيل الإيقاع، وهي مجموعة من الشعراء الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية، رفضوا التقاليد العامة المتبعة وركزوا على الابتكار والتجديد والتجريد في الأسلوب والموضوعات. عرفوا بتعاطيهم للمخدرات والانحراف الجنسي واهتمامهم بالديانات الشرقية ورفضهم للمادية، على رأسهم جاك كروك والألن جينزبرغ وويليام إس بوروزو وكين كيسي. أما شعر الاعتراف، وهو يسميه conventional poetry، وهي حركة في الشعر تكشف عن الذات في إطار الكشف عن الضعف الإنساني،
بكل ما فيه من جمالية في طبيعة شعراء هذه الحركة روبرت لول وسيلفيا بلاث. أما مدرسة نيويورك وهي حركة مؤلفة من الشعراء والكتاب والفنانين التشكيليين اليساريين في الستينات من القرن العشرين، واستلهمت هذه الحركة أفكارها وأساليبها من السريالية والحركات الفنية الطبيعية، وخاصة حركة التعبيرية التجريدية وموسيقى الجاز. ومن أبرز كتاب هذه الحركة فرانك أوبيرا وجون أشبري. أما الواقعية السحرية وهي حركة أدبية تظهر في أعمالها عناصر سحرية في مشاهد واقعية، وهي حركة مرتبطة بالنهضة الأدبية في أمريكا اللاتينية في القرن العشرين، ومن أعلامها جابريل ماركيز، أوكتافيو بات، وغونتر غراس. إذا هذه هي أهم الحركات الأدبية اللي بتمر على الطالب سواء في الأدب الإنجليزي أو في الأدب الأمريكي أو في الأدب العالمي، واللي مهم لكل طالب إنه يعرف إنه بياخد هو نصوص أو سواء نصوص أدبية أو شعرية تتكلم عن كل فترة من هذه الفترات. فهذه المحاضرة مهمة لكل طالب، لأن هذه الأشياء هو اللي بيقوم بدراستها خلال سنوات. نعيد نركز عليهم كمان مرة: القصص الغرامي، شعراء الفروسية، الشعراء الميتافيزيقيين، الكلاسيكية الجديدة، الرومانسية، الأدب القوطي، شعراء البحيرات، الرومانسية الأمريكية، حركة ما قبل الرافائيلية، التسامي، الرومانسية الظلامية، الواقعية، الواقعية الطبيعية، الرمزية، تيار الوعي، الحداثة، الجيل الضائع، الدادوية، وشعراء الحرب العالمية الأولى والتصويرية، نهضة هارم، السريالية، ما بعد الحداثة، شعراء بلاك ماونتن، وجيل الإيقاع، والشعر الاعتراف، مدرسة نيويورك، الواقعية السحرية. ومهم جدا إنه إحنا بنعرف إنه النصوص اللي بناخدها تنتمي لأي حركة من الحركات الأدبية. مهم إحنا نعرف السياق الأدبي للأشياء اللي إحنا بنقوم بدراستها، وإنها هذه مش نصوص ندرسها يعني بشكل مجرد بعيد أو بمعزل عن الحركات الأدبية. هذه المحاضرة مهمة لكل طالب يدرس الأدب الأمريكي، الأدب الإنجليزي أو الأدب العالمي. إذا أعجبتكم هذه المحاضرة تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.